احنا في السنة بنقطف مرتين اللي هو موسم ربيع وموسم صيف، شهر 4 اللي هو اخر 4 وعندك شهر 9. فترة الربيع نحن بنتغذى على الزهر اللي هو زهر الربيع، وبالنسبة للعسل هو بشكل اساسي بتغذى على زهر الحمضيات. تقريبا عدد يمكن من 20 ل 50 نحال في المنطقة هذه، وكلهم يعني عايشين على ناقصة النحل. يعني فترة اللي هو الصباح بطلع النحل بسرح على الحدود لو في بيارات هناك عند اليهود، والمساء برجع نقعد نستنى فترة الموسم تقريبا اللي هي فترة الزهر شهر ونص أو شهرين، وعندك فترة الشتاء كمان بيجي 4-5 يعني 6 شهور بنستنى الموسم. والفترة هذه طبعا كل النحالين بيستنوها فترة قلق، مرة منخفضات مرة شو ارتفاع في درجة الحرارة، الموسم ضرب ما ضربش، راح الزهر ما راحش. والله العسل بنطلع جودة ممتازة، يعني في بعض النحالين يعني بيطلعوا جودة ممتازة جدا جدا، خصوصا منطقة خزاعة بتطلع أجود عسل في قطاع غزة بحكم موقعها على الشريط الحدودي، بتطلع أجود عسل في اللي هو قطاع غزة. لكن المشكلة إيش اللي بتواجهنا إحنا؟ مثلا بنطلع عسل ممتاز جدا، بتروح تبيع مثلا هذا حقه مثلا ثمنه مثلا يقدر ب 100 شيكل أو 120 شيكل، ما تلاقيش حدا يشتري بالسعر هذا. وضع اقتصادي سيء، كورونا مش كورونا، يعني اللي بده مثلا واحد يشتري بيقول لك انا قاعد ما اشتغلتش، كورونا اليوم مسكر بكره اغلاق، مش بكره اغلاق، ما نزل شيء اصلا. وكل غزه كل الشباب ما شاء الله وكل اللي بيشتغلوا اللي هو نظام يوميات. يعني معدل إنتاج السنة بيختلف عن كل إيش السنوات اللي فاتت، يعني بنعتبرها إحنا السنة أسوأ سنة بتمر علينا. اللي هو يعني في السنوات الماضية كان معدل إنتاج من 10 ل 15 كيلو، من 7 ل 15 كيلو الخلية الممتازة بترمي. السنة هذه يعني الخلية التب أعطتنا 7 كيلو، من 5 ل 7 كيلو. قلة الإنتاج برجع للأجواء اللي صارت اللي مرت، اللي هو المنخفضات القطبية اللي أجت وراء بعض متتالية، وارتفاع درجات الحرارة برضو أثر، اللي هو فقدان الزهر يعني أثر كتير كتير على الإنتاج. هاي أيام السلطة وقبل السلطة كان في تصدير، كان النحالين اللي كانوا في هذاك الوقت كانوا يصدروا على دول الخليج، على السعودية ودول الخليج، كانوا بيبيعوا العسل يعني بأسعار عالية جدا جدا، كانوا بيستفيدوا. بس احنا في وقتنا هذا الإنتاج اللي بنطلعه احنا أو كل نحالين قطاع غزة ما بكفيش للمستهلك في القطاع. عملية الفرز تستغرق وقت طويل. أول إشي بنروح بنطلع البراويز من النحل، بننقلها على المكان المخصص لفرز العسل،
بيقوم بعض العمال اللي هو بقشط الختم أو البراويز المختومة، من ثم توضع في الماكينة واللي هو تم فرز العسل منها. بعدين ينزل من الماكينة في اللي هو في جرادل أو أسطول معينة، ينقل إلى اللي هو المنضج أو برميل مخصص لتصفية العسل. وبعدين اللي هو بعد ما يصفى ويصير جاهز بيتعبى بعبوات مخصصة لإيش؟ للمستهلكين، يتم توزيعه. مستعد يقصد